بالنسبة لي أنا أقول لك واحد حاجة أخويا، السؤال نورمال مو ما 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 سؤال موال. السلام عليكم، معكم كابريس وصار المايك، 35 عام، كازابلانكا، عاش اندر مولي شريف. بديت الراب في عام 1998، وكيفاش بديت الراب؟ كنا واحد كليكة كنا تلعبوا الباسكت، ومن الباسكت توجهنا بدينا تنديروا الراب اللي لقينا شي نساجم معنا. الراب موسيقى جات من البلوز، ريتم اند بلوز، ومن البلوز تختار على الراب، والراب او في البدايه ديالو ملي بدا في البرونكس في نيويورك. وسميه ديال الراب لا ديفينيسيون ديالو كاينه ريتم اند بويزي، يعني ريتم مع بويزي مع الزجل. وكاينه حاجه اخرى تيقولوها ان ريج اغينست ذا كابس، يعني لا راج كونتر لا بوليس. والراب هو وسيله للتعبير على بزاف ديال المواضيع تنعيشوها، ومنه نقدروا نلقاو منه حلول، نقدروا نشجعوا به الناس، نقدروا نعطيو موتيفاسيون به، وهو تيناسبني وداكشي علاش اختاريته. في البدايه ديالي سمعت موسيقى كاينه ديال الراب، هي اللي خلاتني انفلونسيت وبديت نكتب. كانوا بزاف ديال الكروبات فهمتيني المهم مغاربه وكاينين جزائريين، كانت واحد الانسبيراس منهم من ناحيه لي بارول، سمعنا لي تيكست ديالهم وعجبتني طريقه ديال الكتابه. تنعقل على الجروب اللي كنت سمعت اول اغنيه ديالو، هو الجروب ديال الدوبل ا اللي كان فيه امين اوفيس، وتنحيي امين اوفيس من هذا المنبر. والجروب الثاني هو الجروب ديال ام بي اس ولاد البهجه، والجروب الثالث هو جروب ديال انتيك. والجروب اللي عجبني بزاف انتيك علاش؟ حيت هو جروب تيعالج مواضيع، وفي الكتابه ديالو كاين واحد الميتافور، وكاين واحد الزجل، وكاين واحد الاسلوب راقي في الكلام، والمواضيع مواضيع زعما في المستوى. وهذوك المواضيع ديالهم والموسيقى ديالهم حسيت براسها الموكونفيان، يعني تتناسبني. هذاك الشيء اللي تيهضروا عليه تنعيشو انايا، هذاك المشكل اللي تناقشوا هو تلقى مثلا تنشوفو عند واحد اخر ولا انا عايشو، يعني واحد تشوفه واحد لا فيزيون عطاو لي باش انا نولي نشد السيلو ورقه ونبدا نكتب دي باغول. وفي البدايه بديت تنكتب كلام عادي باللي تنكتب، ومع الوقت حيت هو انا تنركز على الكتابه تكون كتابه عميقه شويه، حيت انا الانسبيراسيون ديالي عربي باطنه، يعني الكتابه تنبغي تكون فيها الزجل وما يكونش كلام خاوي، تكون كلام شويه في لا بويزي، كلام في لا ميتافور وفي لا فيلوزوفي. ولا تمزقتوا الاغاني ديالي غتلقاو هادشي اللي تنقول فيه راه كاين. الحي محمدي زادني بزاف، هو حي محمدي من بعد الموسيقى. حي محمدي في واحد ليبوك عاودوا لينا الناس في السبعينات، كان في اي كارشي جروب تيدير الموسيقى بحال ديال الناس الغيوان، يعني ناس الغيوان هما اللي اثروا فينا وخلونا نديروا موسيقى. والحي محمدي عطى بزاف، وبالنسبه لي الحي محمدي الانسبيراسيون ديالي هو الانتوراج اللي تنشوف فيه داك الشيء اللي كاين ونعبر عليه بالسيل ورقه كما تيقولوا، وداك الشيء اللي كاين تما. في البدايه كان جروب قبل ما تكون مافيستي، كان في البدايه كان واحد جروب سميتو الشوك، كان فيه غير الدراري ولا الدرب، كانوا يلعبوا باسكيت وتنديروا الراب. ابغي جا عندي ام سي جو، تحياتي ليك ام سي جواد، غبرتي علينا واقترع عليا باش نديروا واحد الجروب اللي يكون بيرفورمون، يعني يكون جروب بروفيسيونيل، يكون جروب قوي وديال بصح، من الحي محمدي. وقال لي راه كاين بيك، راه صديق ديالي نتعارفوا الى اخره. فوالا درنا واحد الجلسه، ريحنا ارتاحينا مع بعضياتنا. ابري بدينا تنغنيو، بدينا تنكتبوا لي ليريكس، بدينا هذيك الساعه يلاه كانت البدايه ديالنا. بصراحه داس علينا صعوبات في ديك البيريود، حيت ما كانش داكشي ديال الاوديو فيزيال، ما كانش لا تكنولوجي، مي مالغري داكشي كنا تنقاومو، كنا تنضربو مسافات بعاد على رجلينا. وهادشي راه عارفين الدراري، وتحيه للجروب ديال مافيسي بيغ وستيف وام سي جو، العز ليكم. والاغاني اللي كتبنا في هذيك ليبوك كانت اغاني تتعالج الواقع، حيت ديما الواقع الراب هو الواقع. مثلا اغنيه ديال ستريت لايف، يعني حياه الشارع، كاين فيها ستريت بارت 1 وستريت لايف بارت 2. كاين ضيوف الدنيا، يعني في الحياه حنا غير ضيوف غادي ندوزو. كاين ديسكور سميتو موسيقى الحاصلين،
يعني ما في سي بالنسبه لي انا واحد التجربه كبيره عاونتني بزاف من ناحيه الكشبه. والجروب ديال مافيا سي كان واحد جروب لي تبارك الله غيبقى في الذكر ديالي. كتبت واحد الديس نقول مافيا سي تلموت ومافيا سي تلموت. هاي في الصباح فايق ونعس البنا باقي ذاك، نتسنى وراني واقف جايل بيك في طريق، نتسنى وراني حالف من دير في عدويا تشيق، ما بغيتش نسير في طريق المايك على حسابو نكون معروف. نزلت من داري ما بين الدار والدار تشوف في الضيقة تشوف حياة الدراري، تشوف حكاية نهاري ما بين دروب البلين ما في هكا حياة نهاري. ها واللي صاري ما بقاش يبان الضو ما بقاش يبان النور، فليت شاميو دروب ديرا كيف ظلام النور، فليت شاميو سير دروب كله ودور عالم اللي كاين هنا اليوم ما كاينش مومر بارو قديم بزاف وراه باش يجبدو راه ما في السيرة في 1999 2000 بداية ديالها. دونك هاد لي بالور هادا دازت عليهم 19 عام. غبرت في الموسيقى حيت بصراحة حيت ما كاينش غير الموسيقى في الحياة باش نكونوا واضحين، كاينة مسؤولية، أنا مجوج عندي وليدات فهمتيني. ودابا لحت هاد الكليب الأخر الشو الدراري ديال خاصك تقول، هذا غير بالنسبة لي أنا غير بداية أنني رجعت. حيت دابا 5 سنين ما لحت حتى شي ديسك، ما لحت حتى شي اغنيه، ما بنتش في الميديا، كانوا تيعيطوا لي الصحافه لي ميديا تيبغيو يديروا معايا دي زانترفيو، كنت انا تنتهرب عليهم، ما كنتش باغي نبعد كاريمون على هذا الشيء. واحد الموتيفاسيون جات من واحد الناس كاينين اللي هما موتونز مهدي شي دراري كاينين معايا فهمتيني، نقول لك جنود خفاء باش يبقى داك الشيء من الاحسن، هما اللي عطاوني واحد الموتيفاسيون باش انني نرجع ونغني ونكتب كلام ونخدم. وانا بصراحه بغيت نقول للجمهور ان غادي واحد الوقيته غادي نغبر ما يبقاش يشوفني شي واحد فهمتيني، باش نكون صريح معكم يعني عندي واحد الوقيته خاصني نعطي فيها الماكسيموم. الا لاحظتي معايا دابا انا راه معكم في انترفيو وتنبلاني دابا في كليب غدا خاصني فيلمي. دونك راه كاين الجديد وهذا غير البدايه خوتي، وكابريس وصاد المايك والعز ليكم. برح علاش ما بقاش كازاكرو؟ السؤال سولني شحال من واحد وكتجاوبش عليه. كازاكرو وصلت لواحد البيريود اللي اش نقول لك كما تيقولنا جيب محفوظ لكل بدايه نهايه، يعني بدينا واحد البيريود وصلنا واحد 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 الستاج اللي الجروب ديالنا كل واحد ولا عنده دي زيدي، كل واحد ولا تيفكر الطريقه ديالو، يعني ما بقاش الجروب تيفكر كمجموع. وصافي من وراها ما بقيناش جروب ديال كازاكرو. ودابا هادشي راه دابا كشي اكثر من 8 سنين دابا كازاكرو ما عندهم حتى شي بروجي، وكاينه العلاقه ديالنا كما تيقولوا الدراري وتنهضروا بيس، غير لي بروجي ما كاينينش دي بروجي ديال كازاكرو اكشوالمون، ونتمنوا يكونوا دي بروجي. وسلوس الماستا جي اوكي الشاحشمان جي اوكي غبر حيت ابارامو هو حابس موسيقى ما بقاش يدير بالو مع الموسيقى، مي ما تخممش غادي نجرب زيرو كار تحيه لك سباسه غادي نجرب في شي تراك ولا في شي بلان. الفرق ما بين الراب ديال شحال هادي والراب ديال دابا، شحال هادي كان راب يعني راب دابا ولا تراب. و باش نكون واضح معكم انا ماشي فان ديال التراب، والتراب كما تيقولوا الناس تيقول لك تراب doesn't make sense، حيت تراب موسيقى تسمع غير الموسيقى تينقص عليها بنادم وفي الليركس ولي بارول ما كاينش شي حاجه ساويه. مرة في التعبير في الهضره في الزجال في الميتافور في بزاف ديال الحوايج. انا تعجبني الراب الاول على الراب ديال دابا، ماشي زعما تنقول هادشي حيت كاينين دابا حاليا دراري جداد زوينين وكاينين دراري خايبين ناقصين، ولا ميم شوز بالنسبه لي رابور لي زونسيان، كاين دراري مزيانين وكاين دراري ناقصين، يعني ما كاينش شي فرق. الفرق اللي كاين هو ان الروابا بيناتهم ما خالقينش واحد بلاتفورم. تلقى مثلا كلاش واحد مكلاشي واحد، هذا ساكن في كازا والاخر ساكن في طنجة ومكلاشي في انستغرام فهمتيني، تيعاير ليه في مو ولا شي حاجه بحال هكا. هذا بالنسبه لي ماشي كلاش، تيبلس ليا ماشي بلي تخربيق. وليبوك ديالنا بالنسبه لنا باش نهضروا على الكلاش كنا تنتلاقاو في لاسوسياسيون ديال عبقري مروكان اندرغراوند، تحيه لهشام عبقري، كانت واحد لاصال المهم كان موفرين واحد لاصال كون جروبات تيدخلوا تيريحوا تمايا، جروبات ديال توغانغ هالعواف
المهم جروبات من الشمال اكسايد بزاف ديال الدراري تيتجمعو تما. كان الكلاش هذيك الساعه بيناتنا، كان من ولاد الحي محمد يتكلاشاو مع التوكان ولاد مدينه قديمه. حنا درنا كلون سميتو اش ام كلون، كان في مافي سي فومبير كيلر سكواد، جروب ديال ماسطال اللي داو البولفار، وكان اكس جروب ديال اكسايد. ملي تنجيو تنديرو السي دي ياك، تنخدمو كان ديك الساعه السي دي، تنديرو لانسترومونتال غير ملوبي، تنغنيو كلاش. جايين كلاشين هادوك الناس اللي هما اون فاس معانا، يعني ما كانش داكشي فيرتوييل، كان داكشي ناتشوريل وكان لايف. وهاداك تيشوفك انت كلاشيتي تيحس بالدقه، تيمشي تيكتب ديسك تا هو كلاش، وتيجي تيخدمولك تي كلاشي. ولا كونكيرونس بدات في كازا، الراب زاد في سلاه. وي سي فري، ملي وصل لواحد الوقيته لكازا جات هاديك هاد لا كونكورونس في هاد ليبوك، خلى الراب يتطور ويولي في احسن الظروف ديالو. تراك ديال عاش الشعب، باش نكونوا واضحين، انا رابور ياك، انا سلاما واخا يكون هذاك الرابور واحد اخر قد يكون غلط مثلا، انا خصني نتضامن معاه اوطون كأنا رابور. وهاديك الهضره مثلا انا ما حيت ما سمعتش الديسك كامل، باش نكونوا واضحين. إذا كان مثلا الشعب مقموع ياك، ولا الشعب محقور، ولا الشعب عنده مشاكل وبغى يعبر على راسو، يجي واحد يحبسو، تتبان لي هذه ما ماشي 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 ديمقراطيه. خاصها تكون حريه التعبير، لا بغى يقول شي واحد يقول له بغى كريتيكي ولا يقول شي حاجه، من حقه يقولها. تحياتي لكم. والله الا ضحكتيني ملي سويتيني السؤال. واش نقول لك، حليوه راه باينه من السميه ويا دابا باش زعما ملي نصنط ليك باش سمعت الموسيقى ديالو، ما تنقدرش نصنط ليك، ما نقدرش نمشي عليك. ما ملي يكون مسمع شي واحد حدايا تنقول لي عافاك نقص، ما عرفتش علاش تيضرني في راسي، هذاك الهوات تيضرني في راسي. والله والله زعما صراحة، والله ما تنكذب عليك، شنو تبان لي فيه زوين، تبان لي تيخدم، تبان لي المهم غادي شاد كارير ديالو. المهم عطيت تحية ونبغي ليه الخير، تا هو وبون كوراج. حليوة بون كوراج اخويا. بالنسبة لي انا نقول لك واحد الحاجة اخويا، هذا السؤال نورمالمون ما سؤال ما والو، عرفتي علاش؟ حيت ما خصناش نقولوا نوفيل جينيراسيون هادو قدام ولا هادو جداد، ما كاين لا بروميير جينيراسيون ولا دوزيام جينيراسيون، كاين غير جينيراسيون وحده. الراب تيقول لك الساكا كانت انيس، جيل مورا جيل، تتبدا لي زيمسيو اللي بداو غناو عطاو حقهم دازو في واحد الوقيته. ما يمكنش نقارنو مارادونا مع ميسي مثلا، فهمتينا؟ هذا غير اكزومبل صغير، كل وقته وكل ظروف وكل اتموسفير وكل وقيته، صعيب باش تقارن، فهمتيني؟ واحد الحاجه اللي بغيت نهضر عليها، علاش كاين في الراب المغربي ولا عندنا بحال شي حكومه، ولا عندنا فيه احزاب، ولا احزاب متفرقه، باش تدخل شي بلاتفورم ديال شي ارتيست تتلقى اللي تيديروا لي لي لايك واللي اللي كاتبين لي كومونت غير صحابو. تدخل مثلا عند واحد مثلا في الشمال تلقى غير لي كومونت وغير صحابو. شحال هذيك واحد بلاتفورم سميتو غير لاكاج تنجمعوا فيه وتنتلاقاو بيناتنا وتنعيشوا اللايف، تنعيشوا الحياه. لاكاج هو ديسكوتيك كلوب في سونتر 2000، كنا تنتلاقاو تما مع القيصار والدراري بزاف، باري مع الشحشمان مع الماستا بيك، دراري كاملين كانوا تيجيو، ما كانش شي واحد ما كانش تيجي لاكاج، كان المغرب كامل تيجي لاكاج. تنتلاقاو تما وكنا تنخلقوا لومبيونس بيناتنا. دابا علاش دابا نبقاو نهضروا في انستغرام؟ علاش ما نتلاقاوش يكون شي حاجه لايف، شي حاجه رويال وناتشوريل؟ راه ماشي بزاف، غير في 2007 كنا تنتلاقاو في النيفاد الدراري وتنديروا فريستايلات وتنجمعوا، وهذا تيدير بريك دانس وهذا رابور وعادي، وكاين واحد الجو زوين. فريمون زعما سي تريست هاد القضيه هادي. احسن حاجه اللي قلت لكم الدراري، حاولوا تفكروا باش تكون لونيتي الدراري، وكونوا من المجموع، علاش نكونوا مفرقين؟ فهمتيني؟ ندير لايك لهذا وندير هذا اللايك ونبارطاجي اللعيبه ديال هذا، ما نكونوش احزاب ومتفرقين، نكونوا مجموعين. علاش؟ باش نتقبوا الراب ديال فرنسا ونتقبوا الراب ديال الامريكان. حيت دابا نقول لك واحد البلان، تخيل معايا ديسك مثلا في طوطو وفي البيك مثلا، تخيل معايا، يقدر يكون قنبوله
انا خصني ميكسي هادشي هادشي خاصو تميكسا ما يبقاش مفرق ما يبقاش هادو بوحدهم والاخرين بوحدهم هادو سادين عليهم هنايا وهادو سادين عليهم هنايا لا نجمعو ونديرو موسيقى وانا جو بونس الا تفكروا الدراري مزيان في هذا البلان راه هذا بلان زوين نجمعو الدراري وديروا شي بلاتفورم تكون زوينه ونجيو نتلاقاو حبيين ونضحكوا وتكون الامبيونس زوينه احسن من هادشي ديال هادشي ديال الفيرتوال تراب ما كنكذبش عليك انا عندي شي ديسك دابا ديال تراب تنسمعهم الدراري تيبقاو ينقزوا وتيفرحوا وتيموتوا عليهم وانا تنتصنت ليه شي عجبني شويه ماشي عجبنيش بزاف انا تراب لا بصراحه في البدايه شويه بديت تسمع شويه صافي دغيا ساهل هو حيت لا تكنيك ديالو ديما كاينه لا ميم تكنيك في الاوت سكول ديما ماشي تبقاش بدل فهمتيني في التراب كاين واحد لا ميم تكنيك في كاع الاغاني ديال التراب كاين لو ميم ستيل في الراب لا في الراب ديما 16 تتقلب كاين بلوك كاين هذا في التراب ما كاينش فيها هاد البلانات العلاقه ديال بيغ مع المزيانه وتي سيبورتيني تحيه ليك بيغ الديسك الاخر ديال خاصك تقول بارطاجاه وقال لهم ماي برادر فروم انذر مادر زعما قاصدني من نكتبها العز عشيري جديد ديالي باش نقول لكم واحد القضيه خاصك تقول الكليب اللي تلاح اللي شافو الدراري ولا باغي ما شافوش هذا غير البدايه ديال كابريس انا غبرت 5 سنين ما لحقتش شي تراك مهم غدا عندي كليب ان شاء الله وكاين جديد كاين واحد الاي بي غادي تخرج سميتها عيش ولا موت مهم خليكم مع الكابريس راه جاي كاين جديد تقول ستريت ارت مزيان هاد البلان اللي تيديرو حيت تيجمعو لي زارتيست و تيخليو الناس يشوفوهم يعرفوهم تيخليو حيت دابا عندنا واحد المشكل في الميديا ما توصلش بزاف الفكره توصل الفكره هي اللي بغات ستريت ارت عنده واحد الفكره ليبر يعني فكره حره وانديبوندون اي ارتيست يقدر يجي يقول داكشي اللي في قلبو يقول داكشي اللي في خاطرو وانا بصراحه ارتحيت لكم والعز لكم والعز الاش ام سي وفاتقار كازابلانكا كيبر وير